الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وسلام على أنبياء الله جميعا. فإن الترحيب بهم يفقد أن البيت بيتهم وأن القائمين على المنصة أو مجلس القامة ما هم إلا خدم لهذا الجمع. حينما تجتمع الجمعية اليومية فإنها تصبح السلطة الأعلى، وتستطيع لو اجتمع نصف العدد من 55,000 فريق بيطري ومن أغلبية أن يسقط المجلس، يستطيع هذا. ولكن العدد الموجود حاليا كما ورد إلي بورقة أو وثيقة وقع من مدير الشؤون الإدارية المستشار القانوني الأمين العام، فبصفة نقيب الأطباء البيطريين ورئيس الجلسة أعلن الآن أنه في الرابعة مساء وهو موعد الجمعية اكتمل العدد. كان كام في الأول؟ 129. اكتمل العدد 129 طبيبا وطبقا للقانون، فتم تأجيلها لمدة الساعة، والعدد الموجود أمامي 237. العدد المطلوب هو 300 عضو، ولقد طلبت أن يستمر، ولقد طلبت أن يستمر التسجيل، يستمر التسجيل، يستمر التسجيل، ولو اكتمل العدد نبدأ الجمعية تماما. المادة 13 من حضرتك لو خرجت دلوقتي عشان تتكلم أنا لن أقاطعك. لا ننسى وأمام وسائل الإعلام أن هؤلاء أطباء ونريد حقوقا، فالأقل أن نتعامل بالشكل الحضاري وبالأخلاقيات الواجبة. المادة 13 تقول إن لم يكتمل العدد بعد ساعة 300 طبيب يتم التأجيل لمدة 15 يوما، وهنا تنعقد الجمعية بنصف العدد أي 150 عضو. ومع ذلك أولا قد يتحجج البعض أن هناك مواصلات وظروف أمنية صعبة. نحن حينما دعونا الجمعية الأمية نريد الإنعقاد، وانعقد في على مدى السنتين مجموعة من الجمعيات، أعتقد أن هذه الخامسة، ولكن لابد من انضباط القانوني تماما. وأنا مستعد إذا كان البعض منكم يطلب نقاشا أمام وسائل الإعلام، ولكن لن تكون الجلسة قانونيا إلا باجتماع 300، فنحن مستعدين للنقاش. حتى هنا حضر الآتي، حضر الجهاز المركزي للمحاسبات، أعتقد أنهم ثلاث ليناقشوا معكم الأمر مرة أخرى، لأن هذا الأمر مسجل وموثق وبشهود الشؤون القانونية والجهاز المركزي. إذا تم النقاش دون أن يكتمل العدد سيكون نقاشا حرا بين أبناء المهنة الواحدة، وليستمر النقاش حتى الفجر، ولكن لا تصبح الجلسة قانونية حتى. وموضوع شديد، من يرى شيئا غير ذلك فالميكروفون أمام مفتوح، يخرج يطلع المنصة يقول لا ده ممكن تنفع 250 زي ما قلنا، ده الظروف الأمنية، ده الطرق، قولوا ما شئتوا ولكن في حدود القانون. بس اللي عنده عاوز يتكلم أو يعقب يتفضل يطلب الكلمة من الأمين العام، وأنا هسمع وأرد. ونحن يعني أنا عاوز أقول حاجة بس قبل ما نكمل يعني تعليقاً على الصوت العالي اللي كان موجود من أحد الزملاء. نحن هنا متكاملين وليس متضادين، وبيت واحد، وإذا كان بإخلاص فعلاً لله إن إحنا عاوزين نعمل من حاجة من أجل مهنتنا فهنشتغل. أما إذا كانت مسألة مسجلات وجدل دون داعي هذه مسألة تخصكم على الإطلاق. الدكتور سليمان سعيد طبيب بيطري الاول المرشد الوكيل بأسيوط استشهد
منذ أسبوعين. نحن نطلب طلب الوقوف طبيب حداد على روحي، وإن شاء الله أسر الشهيد موجودة إن شاء الله نكرمها وخروج على روحي. الله يحتاج إن شاء الله. نشكر حضراتكم. توضيح بس الدكتور سليمان سعيد قبل سيبنا كلك بس دكتور سليمان حضراتكم الجهاز هينسحب بس عشان طب ماشي طب الجهاز المركزي امام الناحيه القانونيه هينسحب امام الموت فيصمت الكل. بالتالي انا لابد ان تعرفوا الحقيقه كامله في مثل بالنسبة للدكتور سليمان سيد محمد، ولقد كنت في أسيوط بنفسي امبارح في زيارة لم تمتد أكثر من ليلة لأتبين الحقيقة كاملة. الدكتور سليمان سيد محمد طبيب بيطري سنه 58 سنة، له أولاد، يشغل مجزر أو طبيب أول مجزر باقور مركز أبو تيج أسيوط. هذا الرجل مشهود له بالمهارة وبالأمانة، منع حيوان مريض أن يدخل السلخانة فترصد بعدها جناه أمطروه وابل بالرصاص في وضح النهار، وحتى الآن لم يتم القبض على الجناه. أنا اتصلت بوزير الداخلية 3 مرات لم يرد، واتصلت بوزير المحافظ لم يرد، وحتى الآن لم يتم القبض على الجناه وأولادهم موجودين معانا. وعلى آخر ما تم عمله عشان الناس تفهم موضوع الإضراب والكلام ده وعشان نكون واضحين، لقد كتبت لوزير الداخلية ولجميع السادة مدير الطب البيطري الآتي أنه يجب أن الأطباء البيطريون بصفة نقيبهم أقول أنهم سيعملون بكامل قوتهم، ولكن تحت ظروف أمنية وحماية أمنية، كفى اعتداء وكفى امتهان للكرامة. لا الغريب في الأمر، الغريب في الأمر أن موقف السادة المديرين وبالذات مدير أسيوط موقفا متخاذلا، مدير أسيوط لم يحضر جلسته، أشاع عند المحافظ حينما طلبت لقاء المحافظ أن هناك أسباب أخرى. السادة مدير الطب البيطري في المحافظات لن يطلبوا الحماية الأمنية من المحافظ أو مدير الأمن، حتى رئيس الإدارة المركزية بالهيئة اعترض على الإضراب، رغم أنني أكرر هنا أمام وسائل الإعلام أن الطبيب البيطري له حق الحياة مثل حق أي واحد، لا يمتهن لا كرامة. أولاً بقول وأؤكد ثانياً وبدعو جميع الأطباء البيطريين في المجازر ألا يعملوا إلا تحت حماية أمنية، هذه واحدة. الثانية أن مدير الطب البيطري عليهم أن يتحدثوا زي ما قلت مع مدير الأمن والمحافظين، وإلا يعتبروا متواطئين مع الجزارين لسبب أو آخر في قتل أطباء البيطريين. هو حقيقة يعني ما بعرفش ألعب وقليل هنا، بس هو الإحساس حبيت إن أنا يعني أتوتر عشان ما بعرفش ألعب. فأنا الحقيقة والله أشعر بملل الحزن والأسف من يعني من هذا المنظر وهذا المظهر الذي شاهدته من الأطفال البيطريين. واسمحوا لي إن أنا يعني توليت مجلس الهدوء للقضاء العام للأطفال البيطريين لمدة عام، يعرف الله عز وجل وحده كم الجهد والتعب يعني والسهر والوقت اللي بذل من أجل الحفاظ على مكان الإقامة وأحوال الأطفال البيطريين. والواحد كان لازم مجهود في الميزانية وزارة حضراته يعني فضل عز وجل طيب جدا جدا بمنتهى الشفافية ومنتهى الوضوح. وكنت جاي فرحان جدا سعيد ان الواحد يقعد مع الأطفال البيطريين ويتكلم عن النقابة وإدارة النقابة في خلال عامين تولينا فيهم مجلس النقابة، وإذا أفاجأ إن هو بينا أن يتكلم العدد وقلنا إن هتبقى جلسة هتتكلم فيها عن الدور جدا نجد أن النقابة أصبحت هذا المنهج. فأنا استشعرت إن بهذا الأداء وبهذا السلوك من عدد ليس من قليل من الأطفال البيطريين أنها لن تكون قادمة للأطفال البيطريين في الاستمرارية في هذا الشيء. صح ولا غلط؟ فإن استمرارية في هذه الفرقة يعني أنا أستشعر كأنها حتى لو أنت عملت إيه
فانا معلش انا بس حبيت ان انا اقول ان كان والله يعني عايزين جدا جدا نشوفه، فحبيت ان انا بس يعني الف من هذا الاحساس لحضراتكم. والله مش عايز اروح والله عايزين او زعلان عشان الواحد يعني جه ما فجزاك الله خير على الحضور والايجابيه، ونقدم ان شاء الله يعني الجماعه القادمه نروح حضراتكم وتكون بشكل مصدر افضل من ذلك ان شاء الله. شكرا دكتور حسين. انا بس عايز اقول كلمه صغيره بس عايز احضرك يعني. انا حاسس بدويش انا عارف سبب. يعني الواحد من خلال 2007 والواحد بصراحه يعني كان قبل 2011 قبل الانتخاب. في رقم بروكو ان كان عندنا من الاخوه فليرفع كل طبيب بيطري قضيه ضد كل مدير لا يوفر الحمايه الامنيه لتقطع البقاء عندهم في المنفى، ان كل ده خاف على حياتنا فليرفع كل طبيب بيطري قضيه وبسجلها واضحه، ولا اتهم السيد وزير الداخليه بانهم